بتنظيم من مشروع نقل المعارف التابع لهيئة البحرين للثقافة والأثار، افتتحت صباح اليوم الندوة الدولية حول صورة الآخر، نظرات متقاطعة، بمشاركة حوالي 60 مفكرا ومتخصصا بارزا في العلوم الإنسانية والاجتماعية من دول عربية وأوروبية. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. أن صورة الشرق تظاهرة فكرية تهدف إلى تعميق المعرفة العلمية بمسألة الآخر والآخرية، بما يحد من تكوين الأفكار والأحكام المسبقة التي كثيراً ما تشوه العلاقة بالآخر وتعطل الحوار معه، سواء كان فرداً أو جماعة أو شعباً أو ثقافة. صورة الآخر، نظرات متقاطعة. هذه الندوة الدولية التي نظمها مشروع نقل المعارف التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار ستحاول الكشف عن ملامح الآخر، الآخر المسلم التي اختلت صورته في مخيلة الآخر الغربي. الندوة التي تعقد اليوم في مملكة البحرين عن صورة الآخر، نحن نعاني مثل ما يعاني كل مواطن عربي عن الصورة التي اختلت لدى الآخر عنا. نحن اليوم نناقش هذا الموضوع ونرى بعد ربع قرن من عقاد الندوة الأولى في تونس عن صورة العرب لدى الآخر، اليوم في البحرين نستضيف هذا المؤتمر لكي نرى بعد ربع قرن ما هي الصورة التي اختلت وكيف ينظر إلينا العالم الآخر، ليس الغرب فقط وإنما العالم أجمع، ما هي الصورة التي ترتسم في مخيلته حينما يذكر مواطن عربي أو مفكر عربي أو مجتمع عربي. صورة الآخر وكيف تنظر الشعوب والثقافات وبعضها إلى بعض، هي ندوة مهمة جدا في هذه اللحظة بالذات، وخاصة اللحظة العربية وأيضا اللحظة العالمية، لما يحدث كما يعلم الجميع من سوء تفاهم بين هذه الثقافات وبين هذه الشعوب. الصين كانت مثال الآخر الشرقي في أولى أوراق عمل الندوة التي حملت عنوان الاستشراق الأقصى وأقصى الاستشراق، حيث تم الاستشهاد بالمفكر المعروف الراحل إدوارد سعيد الذي أحدثت نظريته في الاستشراق تأثيرا منذ 3 عقود في طرق وصف الشرق الأوسط، خصوصا في النواحي النظرية والنقد الأدبي والعلوم الإنسانية. It's my very first time in the Gulf area, and of course first time in Bahrain. And هذه هي الزيارة الأولى لي لمنطقة الخليج وبطبيعة الحال للبحرين. أنا سعيدة جدا لإتاحة هذه الفرصة لي للتبادل الفكري مع زملاء العرب. أؤمن أن هناك تعدد في وجهات النظر فيما يخص الاستشراق، وأنا هنا اليوم لأتحدث عن الصين التي تمثل الاستشراق الأقصى. يستعرض اليوم الأول من الندوة أيضاً ملامح صور الآخر في الأزمنة الحديثة عبر ورقة لأستاذ تاريخ الفن في جامعة فريبورغ بسويسرا فيكتور سويشيتا، وكذلك الآخر المسلم في المخيال الإسباني الحالي بين أوروبا متعددة الثقافات والسرد التاريخي القومي ومشاكل الزمن الحاضر لأستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية بجامعة غرناطة خوسيه أنطونيو إلكتوند، ليختتم مدير معهد دراسات عرقية ببيروت فالح عبد الجبار اليوم الأول من الندوة بورقته أن تكون بهوية بلا هوية، هذا هو السؤال. أما في يومي الجمعة والسبت فيتوزع المشاركون إلى 4 مجموعات لإلقاء مداخلاتهم، حيث تناقش المجموعات موضوعات مهمة تحت عناوين مقاربة نظرية لمسألة الآخر والآخرية، الأديان والإثنيات في علاقتها بالآخر، الآخر في الخطاب والآداب والفنون، ورؤى ومقاربات متقاطعة. مشروع نقل المعارف جاء ليعوض النقص الموجود في النقل المعرفي الدقيق، إذ بدأ المشروع عام 2014 ليترجم 50 كتابا من الكتب العالمية إلى اللغة العربية في مجالات تتنوع في انتمائها الثقافي واللغوي. كما يقوم المشروع بتنظيم الملتقى العربي الأوروبي لشباب الباحثين في العلوم الاجتماعية وإقامة هذه الندوة الدولية التي تعزز من مكانة مملكة البحرين العالمية وتعكس انفتاحها على الثقافات الأخرى. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.